مرة تانية، وبنستكمل أكيد مع حضراتكم حفلنا الليلة في احتفالاتنا بنصر أكتوبر 73 في الذكرى 46 طبعا على شاشة MBC مصر. هسيب حضراتكم دلوقتي مع الصوت المغربي الجميل النجمة يسرى سعوف. بلدنا ما نفي دينا، نعليها مدام عايشين، نعيش فيها سنين وسنين، واحنا بلدنا ما نفي دينا، نعليها مدام عايشين، نعيش فيها سنين وسنين، واحنا مطمنين. ما شربتش من طب جربت تغني لها، جربت في عز ما تحزن تمشي في شوارعها وتشكي لها، مشيتش في ضواحيها طيب ما كبرتش فيها، ولا ليك صورة على الرملة كانت عشرت بمواليها، دور جواك تلقاها هي الصحبة وهي الأهل، عشرة بلدي بتبقى نسيانها علبة وحشك ولا غبت عليها، سلم جرب وفريقها قلب الدنيا ما فيش بعديها، ان غبت بحن لها وانسى الدنيا واجيلها، وان جيت انسى تفكرني بكام ذكرى القلب يتنايلها. Thank you.
غبت عليها بس اللي مجرب وفارق قال في الدنيا مفيش بعديها. أول شيء مساء الخير عليكم. اليوم أتشرف أنني واقفة على هذا المسرح وأمام جمهور رائع وضخم هو الجمهور المصري. أتشرف أنني أشارك في هذا الاحتفال الرائع هو احتفالات انتصارات أكتوبر العظيمة. فيا رب أكون ضيفة خفيفة على قلوبكم ومن بلد المغرب كل الحب والتقدير والاحترام للبلد الشقيق مصر. شكراً.